الآن ننتقل طبعا إلى موضوع آخر. غرابة هذا العالم اللي نعيش به تتجلى بالصفقات التجارية المربحة بين البشر وبين حشرة ذهبية إلها ما إلها من خصائص سحرية تتجلى بقدرتها على امتصاص رحيق الأزهار الطبيعية وتحويله إلى مادة سكرية مرغوبة لطعمها اللذيذ وفوائدها العديدة ذات الوقت. طبعا هذه الحرفة التي أصبحت تدر على العاملين فيها أرباحا لا بأس بها كانت تعاني من الكساد، لكن سرعان ما انتفضت في فصل الربيع لتكون قيمة غذائية مضافة في الناتج المحلي، وخصوصا بعد تزايد الطلب على هذه المادة الشهيرة، مما دفع مربي النحل في ديالة إلى مواصلة حرفتهم بحماس بعد أن وجدت طريقة للانتعاش مجددا. دريد المعموري وتفاصيل أكثر في هذا التقرير. بعد أن كانت هواية أصبحت مصدرا للرزق للكثير من النحالين، ففي مثل هذا الوقت من كل سنة يتجمع العشرات من نحالي ديالة في عدة أماكن في المحافظة، لا سيما في غابات كنعان الكبيرة، لتربية النحل لإنتاج العسل الطبيعي المحلي والذي فيه الكثير من الفوائد، لا سيما في علاج عدد من الحالات المرضية. أي نحال يبدأ كهواية ويبدأ يطور طبعا، للأمانة هم يبدأ بشيء بسيط، يعني نبدأ باثنين ثلاثة أربعة بالزايد، وبعد ما تتعلم المهنة هم تتعلم النحل، تتعلم العمل به، تطور النحل مالك خلال سنين يعني وراء فترة، ووراها عاد يصير شغلة اعتماد على الرزق. يعني عندنا مناطقنا في محافظة ديالة تنتج العسل الخالص، العسل النقي اللي يمكن أن يساهم في عملية زيادة الإنتاج الوطني. نحالون أكدوا أنهم قادرين على سد حاجة السوق المحلية للمحافظة من العسل الطبيعي إن توقف الاستيراد وتم دعم شريحة النحالين وتأهيل أماكن خاصة لتكون بيئة طبيعية ملائمة لتربية النحل. يعتبر يعني بالنسبة لنا منتجع سياحي سنويا نزوره في مثل هذا الوقت في بداية الشهر الرابع لكل سنة، وهو أيضا يعني المصدر الرئيسي لإنتاج عسل الكالبتوز. احنا لما يجي الموسم موسم خير من الله نفرز عسل، بس من يجي نريد نبيع المستهلك يروح أرخص، شي رخيص يروح يجيبه، واحنا عسلنا نجيبه بتعب وطبيعي، فما يظل قيمة بالسوق. تعتبر تربية النحل هواية للكثير من النحالين في محافظة ديالة، والتي تكون فيما بعد مصدرا رزقا.